صباح الخير واهلا بكل الساده المشاهدين ينضموا الينا من خلال شاشه الثانيه. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم ومصر جميله. صباح الخير يا فندم. صباح النور عين. صباح النور مشاهدينا الكرام. باذن الله يوم جميل علينا كلنا وسعيد علينا ومليان ايجابيات. الحقيقه النهارده هنبتدي على طول باخبارنا. الدوله بتعمل جهود جباره لمكافحه الهجره الغير شرعيه. طبعا الرقابه الاداريه كان ليها دور كبير جدا في الفتره اللي فاتت. نقرا تفاصيل الخبر. تفاصيل الخبر استمرارا لوفاء مصر بتعهداتها الدوليه وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اسفرت جهود هيئه الرقابه الاداريه في مجال مكافحه الهجره غير الشرعيه عن الكشف عن تورط 22 متهم بمحافظه القاهره والشرقيه والقليوبيه والدقهليه والاسماعيليه في السعي لاستقطاب وتسهيل مجموعة من الأطفال من عمر 3 سنوات للخارج لعدد من الدول الأوروبية بشكل غير مشروع باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها للجهات الرسمية وتفيد أيضا نسبهم إلى بعض المواطنين المقيمين بالخارج بالمخالفة للحقيقة. صحيح. طيب هنخش على طول على نخش على طول على فقراتنا النهارده عشان يمكن الوقت بيجري مننا بسرعه. عندنا فقرتين زي ما احنا عارفين. الفقره الاولى هنتكلم فيها عن فوز محطه بنبان للطاقه الشمسيه باسوان كافضل المشروعات واكثرها تمييزا على مستوى العالم. طبعا دي محطه الطاقه الكهربائيه، طاقه نظيفه بتقدم كهرباء بكميات كبيره بعدد هنتكلم فيها مع ضيفنا الكريم دكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئه تنميه الطاقه الجديده والمتجدده. تاني فقرة هنتكلم فيها على تأثير الفن على مساعدة الأطفال المصابين بمرض السرطان على التعافي وتحديدا تأثير مسرح العرايس والوحدة النفسية للأطفال المصابين بالسرطان. وطبعا من خلال مسرح العرايس ومن خلال الفن نقدر ان احنا نحسن حالتهم النفسية، فبالتالي كمان نسب الشفاء فضل ربنا سبحانه وتعالى والمجهودات الطبية تبقى أحسن. معروف جدا انه الحالة النفسية بتفرق قوي في تعافي مريض السرطان. فتفاصيل اكتر عن الموضوع من خلال لقائنا مع دكتوره نهله حمدي مدرس بكليه التربيه النوعيه جامعه المنوفيه، ونتكلم معاها على تاثير الفن في سرعه الشفاء باذن الله تعالى. باذن الله. هنطلع فاصل سريع مشاهدينا الكرام ونرجع تاني على طول اول فقره. يلا بينا.